لتعرف ما هو سبب نجاح أي مدينة عظيمة يجب أن تقشر جلدها وتكشف عن قوة الحياة السرية فيها. نظام من التعقيد والتقنية المدهشة التي يعتمد عليها الملايين ولكن يفهمها قلة من الناس. ستبدأ الآن رحلة مدهشة، رحلة في أعماق مدينة عملاقة. إنها أهم مدينة في البرازيل وثاني أكبر مدينة في العالم. يعيش أكثر من 10 ملايين شخص في ساو باولو. تتسع نفس هذه المساحة لكامل سكان اليونان، ولكن إسكان الناس ليست المشكلة الأكبر. المشكلة هي أين تضع نفاياتهم. كل يوم تولد ساو باولو 14,000 طن من القمامة، أي ما يعادل وزن برج بيزا المائل. في الماضي كان ينتهي بها الأمر في المكبات المفتوحة والشاسعة لتشكل مغناطيسا للجرذان والأمراض. كان أفقر فقراء المدينة يبحثون عن طعامهم في قمامة الناس الآخرين. كانت ستهدر مدينة عملاقة بأكملها. تعتبر ساو باولو ضحية نجاحها. لعقود هذه المدينة الغنية في البرازيل السكان الفقراء من الأرياف برؤى حول الثراء الكبير، وكانت النتيجة النمو المنفلت والتلوث الشديد وجبالا من النفايات. أما الآن فقد بدأت ساو باولو ثورة بيئية بشكل لا مثيل له في العالم. تحاول هذه المدينة العملاقة إنقاذ نفسها من خلال إعادة التدوير، والمحفز هو الدافع نفسه الذي خلق المشكلة، أي المال. اليوم تسخر ساو باولو هكتارات من النفايات لإنتاج جبال من الطاقة. إنها تقود العالم في مجال إعادة استعمال قطعة عالمية من التغليف. حل علماء ساو باولو لغزا تقنيا حير عمالقة الصناعة في العالم وعصر نهضة حضاري محلي يعيد إحياء الأحياء كلها. تصبغ ساو باولو نفسها بألوان جديدة، لون علم البيئة الأخضر ولون المال الأخضر، ظلان مختلفان ولكن النتيجة واحدة، بدايات ثورة تغير حياة الناس. بدأت الثورة هنا. باندرانتيز واحد من أكبر مطامر النفايات في العالم، كما أنه محطة كهرباء. إنها تعمل على مخزون لا ينتهي من الوقود الرخيص. إنه ليس الفحم وليس الوقود بل القمامة. كان باندرانتيز في الماضي واديا فارغا بحجم 175 ملعب كرة قدم. الآن تصل القمامة حتى 7 أمتار على طبقات، بين كل طبقة وأخرى 20 سنتيمترا من التراب. مع نمو وادي النفايات يخلق الضغط سائلا كريه الرائحة كناتج جانبي يدعى ليتشيت. ولمنع تلوث التربة والمياه الجوفية تمت تغطية قاعدة مطمر النفايات ببطانة ضخمة غير نفاذة من البوليإيثيلين بسماكة 5 ملليمترات. تنتج القمامة أثناء تحللها غاز الميثان الطبيعي. يتم استخراج الميثان المحصور تحت النفايات من خلال 200 أنبوب عمودي. ينتج كل طن من النفايات حوالي 200 لتر من الغاز الذي يكفي لتأمين الطاقة لمنزل واحد لساعة واحدة. طبقة بطبقة يمتلئ باندرانتيز بالطاقة. خلال سنة واحدة يمكن لهذا المطمر أن ينتج كمية كهرباء تكفي 400,000 شخص. يعمل مطمر باندرانتيز على مدار الساعة طوال أيام السنة.
وكل يوم تضاف من 6,000 إلى 7,000 طن من النفايات إلى المطمر. يعمل أنطونيو كارلوس ديلبين كمدير تقني في بيوغاز، الشركة التي تستخدم هذا الغاز. هنا حيث نقف هناك عدة طبقات من النفايات فوق بعضها بعضا. يتراوح ارتفاع كل طبقة من هذه الطبقات ما بين 5 و8 أمتار ليصل المجموع إلى 80 أو 90 مترا. لذا نستطيع أن نستنتج أنه كان واديا كبيرا. لو كانت النفايات شرابا لاعتبرت نفايات ساو باولو الأفضل. بضع مدن فقط تقوم بمثل هذا التخمير لقشور الموز وقشور البيض ومسحوق القهوة. النفايات المنزلية التي تنتجها ساو باولو غنية بالمواد العضوية بخلاف المدن الأخرى في أوروبا والولايات المتحدة. تغليف أقل، إنتاج أكبر. إن نصف كمية نفايات المطمر نفايات عضوية غنية بالميثان، ولكن في الماضي كانت كل هذه الطاقة الكامنة تذهب سدى، وخسارتها كانت أرخص من استخراجها. هذه هي مشاعل الغاز القديمة، حيث كان يتم حرق الغاز وإرساله إلى الجو. وقد ساعد أدريانو ديوغو وزير البيئة السابق في ساو باولو باختفاء أزمة القمامة في المدينة من خلال استغلال النفايات لتأمين الوقود. هذه التقنية ليست جديدة، وتعد معاهدة الأمم المتحدة اتفاقية كيوتو لتخفيف الانحباس الحراري المحفز الأساسي وراء كل هذا، حيث تنص هذه المعاهدة على أن تبيع البلدان الفقيرة اعتمادات التلوث للدول الأغنى، وهذا يعني زيادة في حق إنتاج التلوث. في المقابل تقوم الدول الفقيرة بتخفيض التلوث فيها. ومن خلال حرق الميثان النظيف تحصل ساو باولو على نصف مجموع المال الذي تحصل عليه البرازيل من خلال هذا المصنع. اليوم لدينا ثورة في هذا المكان. تستلم هذه المنازل التي ترونها في الخلف الكهرباء التي ينتجها هذا المطمر، والذي كان مكب نفايات مفتوحا. هذه العملية ليست نظيفة فحسب، ولكنها مخفية كذلك. في هذا الجبل من النفايات يوجد 30 مليون طن من النفايات. أين هي علامات وجود المطمر؟ إنها تلك الأنابيب السوداء، وهي الآلات التي تجمع الغاز. عندما يتجمع الغاز يتدفق إلى مصنع التوليد. يبرد المهندسون الغاز لتصل حرارته إلى 13 درجة مئوية. عندما يبرد تتكثف المياه وتتدفق تاركة غاز الميثان نقيا بنسبة 50%. تنفيذا لاتفاقية كيوتو يقيس المهندسون الغاز، وتظهر النتيجة كمية التلوث التي منع المصنع وصولها إلى الجو، وعدد اعتمادات التلوث التي يمكن للبرازيل أن تبيعها. في المرحلة الأخيرة يتدفق الغاز إلى 24 مولدا ليتم حرقه كوقود. تنتقل الكهرباء إلى مرفق محلي ليتم توزيعها على سكان ساو باولو. تم تحويل النفايات إلى كهرباء. هذه العملية كلها تدحض القول المأثور: القمامة تولد القمامة. من وادي النفايات يتدفق نهر من الطاقة، والقيد الوحيد هو حجم المطمر. يمكن لبندرانتيز أن يتسع لنفايات 20 سنة. السنوات الخمس الأولى تنتج أكبر كمية من الميثان، ثم تنخفض كمية الإنتاج بشكل تدريجي. ذات يوم حتى مطمر بندرانتيز سينقرض، ولكن عندها يمكن إعادة تدوير المكب نفسه وتحويله إلى منتزه. وماذا عن المساكين الذين كانوا يقتاتون في الماضي من النفايات؟ غيرت النفايات حياتهم، وهم غيروا ساو باولو. أصبح هؤلاء الفقراء الآن أشبه بكيميائيي القرون الوسطى، يحولون المعادن العادية إلى فرصة ذهبية. في بعض الأديان يعتبر التناسخ ركنا من أركان الإيمان. في ساو باولو أصبح التناسخ واقعا ثابتا، إنه يحدث ملايين المرات في اليوم أمام أعيننا. في هذه المدينة الهائلة التحويل هو الشيء الوحيد الثابت.
تحولت ساو باولو من إرسالية يسوعية صغيرة إلى قلب البرازيل المالي. قبل حوالي قرنين ازدهرت المدينة من خلال تصدير البن. عندما انهار السوق تحولت ساو باولو إلى محور تصنيع، وجلب هذا الازدهار التغيير الأكبر، أي الناس، إذ كان عدد السكان يتضاعف لعقدين من الزمن وتفتح الأفق. ولكن النمو المتصاعد أدى إلى تلوث الجو وفساد الأنهار والقضاء على المساحات الخضراء. الآن في هذا التلوث وجدت ساو باولو الذهب. نستلم أكثر من عشرات أطنان من النفايات كل يوم هنا، ونقوم بإعادة تصنيع 9 ملايين علبة. يترأس خوسيه روبرتو جيوسا أكبر شركة لإعادة تصنيع الألومنيوم في أمريكا اللاتينية، والتي تدعى تومرا ساوث أمريكا. إذا قمنا بصف مخزون يوم واحد من العلب، سيمتد من باريس إلى روما، ويمكن لمخزون عام كامل أن يحيط الكرة الأرضية عشرات المرات. تدير تومرا 14 مركز جمع كهذا المركز هنا في ساو باولو. إنهم لا يعيدون تصنيع العلب بكميات أكبر من غيرهم فحسب، بل يفعلون ذلك بسرعة أكبر كذلك. تتطلب إعادة تدوير العلبة من اللحظة التي يتم فيها استهلاكها إلى أن تعود فيها إلى الرف 33 يوما. من البداية إلى النهاية تحدد ساو باولو معيار إعادة التدوير، والدليل فقط اتبعوا دورة الحياة لعلبة واحدة. تمضي غيومار دي ماسيدو أيامها في جمع الورق والكرتون والبلاستيك والزجاج والألومنيوم. في ساو باولو يكسب 20,000 شخص عيشهم من خلال جمع المواد التي يمكن إعادة تصنيعها، وهم يسمون كاتادوريس، أي جامعي النفايات. في هذه المدينة الهائلة هذا لا يعتبر إهانة بل عملا وحياة جديدة كليا بالنسبة إلى البعض. يعيش في أغنى مدينة في البرازيل عدد من أفقر مواطنيها. يعيش 1.5 مليون مواطن في فافيلاس، إحدى أفقر وأسوأ أحياء المدينة سمعة. الآن تقوم ساو باولو بتدريب العاطلين عن العمل والمشردين واليائسين. إنها طريقة لإبعاد آلاف الأشخاص عن الشوارع وتحويلهم إلى مواطنين صالحين من خلال تأمين وظائف معينة في أماكن محددة. إعادة التصنيع لا تولد المال ولكنها توفره. إن استخدام العلب القديمة لصنع العلب الجديدة يتطلب طاقة أقل بنسبة 95%، أو يمكنك تصنيع 20 علبة من الألومنيوم المعاد، تصنيعه بكمية الطاقة نفسها المطلوبة لصنع علبة واحدة من الألومنيوم الخام. إن رمي علبة ألومنيوم فارغة هو أشبه بملئها حتى نصفها بالوقود ثم تفريغها في البالوعة. إعادة تدوير علبة واحدة يوفر ما يكفي من الكهرباء لتشغيل تلفاز صغير ل3 ساعات، أو لإضاءة مصباح بقوة 100 واط ل20 ساعة تقريبا. يمكن للجمعيات الخيرية استبدال العلب بالسلع لدى مراكز تجميع تومرا في ساو باولو، ف500,000 علبة تشتري مروحة كهربائية، و6,000 علبة تشتري كرسيا مدولبا، و180,000 علبة تشتري آلة تصوير. اليوم تشتري 75 علبة طعام الغداء. إنه عمل لا يعتبره العديدون مهما، ولكنه يساوي الكثير بالنسبة إلينا هنا، لأنه يساعدنا على كسب قوتنا. فصل جامعو نفايات المواد التي سيعاد تدويرها، والعلبة التي جمعتها السيدة ماسيدو ستبدأ رحلتها إلى تومرا لتبدأ حياة جديدة. المرحلة الأولى حزام نقل هزاز ينقل المواد الكبيرة غير المصنوعة من الألومنيوم كالورق والبلاستيك. ثم تصل العلبة إلى نهاية الحزام، حيث يفصل مغناطيس الشوائب الأخرى كالعلب الفولاذية والمواد الأخرى غير الألومنيوم. يؤثر الفولاذ على مرونة الألومنيوم،
للتخلص من المعدن الثقيل ستمر هذه العلبة في النهاية عبر ثلاثة مستويات من التصنيف، والهدف هو ترك جزء واحد من الفولاذ في ألف جزء من الألومنيوم. ثم تدخل العلبة إلى أسطوانة دائرية عملاقة تسمى ترامل من فتحة في الوسط، حيث يختفي المزيد من المواد غير المرغوبة كالقش والعلامات والأجزاء الفولاذية. ثم تتم عملية فرز ثالثة، حيث يزيل حزام كهرومغناطيسي الأشياء التي أفلتت من الأسطوانة. لذا ما لدينا هنا هو علب نظيفة جدا جاهزة ليتم ضغطها. إنها تمر عبر أنبوب إلى مستودع ثم إلى مكبس كهرومائي. يسحق المكبس العلب ويشكها إلى كتل تزن 12 كيلوغراما بالضبط. لذا جميع الكتل تأتي بالحجم والوزن نفسه. لذا في دورة مستمرة يصنع المكبس كتلا كهذه. يمكنك أن ترى هنا العلبة التي بدأنا بها في بداية العملية، ها هي هنا. تشكل الكتل مفرشا مكتفا ذاتيا بلا خشب وبلا وزن إضافي وبلا كلفة إضافية، حتى إنها تحوي الشقوق الضرورية لرفعها. هناك حوالي 1050 علبة هنا. كل واحد من هذه المفارش يزن 750 كيلوغراما. لذا لدينا علب نظيفة 100% وجاهزة ليتم نقلها إلى مركز إعادة التدوير. كل يوم تغادر شاحنة محملة بحوالي 14 طنا من العلب على بعد 80 ميلا. ستأخذ علبة السيدة ماسيدو شكلا جديدا وهوية جديدة، إذ سيتم تحويلها في نهر من النار. هذا هو مصنع إعادة التدوير في التمرة. إنه يقفل أبوابه في العطل وعند القيام بأعمال الصيانة فقط. فيما عدا ذلك فإنه يعمل 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. نحن نستلم حوالي 120 طنا من النفايات يوميا. بالنسبة إلى مدير المصنع مارسيلو شوكا، إعادة التدوير هي أكثر من مجرد عمل، إنها مهمة يجب تنفيذها. لو لم تتم إعادة تدوير هذه العلبة اليوم كانت ستحتاج إلى آلاف السنوات لكي تتفكك. لذا يوجد 120 طنا من النفايات يوميا، والتي ستنتشر من هنا إلى جميع أنحاء البلاد. هذا ما يحدث اليوم مع المواد الأخرى التي لها سوق لإعادة تدويرها. الألومنيوم له سوق لأنه معدن رائع، فكثافته تبلغ ثلث كثافة النحاس أو الفولاذ، لذا فوزنه أخف بكثير، وهو مقاوم للتآكل واستعماله سهل، فالذهب وحده طيع أكثر منه. إنه أحد أكثر المعادن المتعددة الاستعمالات. نستخدم حوالي 7 أطنان من العلب لصنع حوالي 6.3 أطنان من المعدن. إنها عملية عنيفة. يتم تقطيع الألومنيوم الخام إلى قطع بحجم رقاقات البطاطا، ثم ننقلها إلى أداة فصل لإزالة أي شوائب من المعادن الأخرى. بعدها ترسل العلب بشكل آلي عبر تلك الأنابيب إلى مستودعات التخزين، حيث سيتم أخذها ورميها في الفرن. تخرج من المستودعات إلى النار. في مصنع العلب تمتزج نفايات الألومنيوم مع العلب. يسخن الغاز الطبيعي الفرن حتى حرارة 780 درجة مئوية، أي ما يساوي عشر حرارة سطح الشمس. يذوب الطلاء، أما المعدن فلا. وأخيرا تختفي هوية العلبة ويتحول كل ما هو صلب إلى سائل. لم نسأل يوما نحن العاملين في الشركة منذ فترة طويلة من رؤية المعدن وهو يذوب. للأمر وهج سحري. عندما تنظر تشعر بأنه تم تنويمك مغناطيسيا. للحفاظ على نقاوة الألومنيوم المائع يتم قشطه كالحساء وإزالة شريط رقيق من المعدن المؤكسد لإعادة تذويبه.
ما زال الألومنيوم السائل غير جاهز بعد لتصنع منه العلب، والخطوة التالية هي في مصنع المعالجة. يعد نوفاليس أكبر مصنع لإعادة تدوير الألومنيوم في أمريكا الجنوبية. إنه المصنع الوحيد في البرازيل القادر على إنتاج صفائح الألومنيوم المستخدمة لصنع علب الصودا. تبدأ العملية مع الألومنيوم المائع الذي يحول إلى كتلة عملاقة تسمى بالقالب. هذا القالب وحده يزن 15 طناً، أي ما يساوي وزن 8 سيارات متوسطة الحجم. يعالج هذا المصنع 14 قالبا في اليوم، أي 5300 قالب في السنة، 80,000 طن من الألومنيوم. تبدو وكأنها كتل عادية من المعدن، ولكن يمكنها أن تأخذ أشكالا لا تحصى ولا تعد. من ناحية الوزن تساوي هذه الكمية من الألومنيوم وزن سفينة الملكة ماري، وثمانية من برج إيفل، و450 طائرة بوينغ 747، و4,640,000,000 سودا، وهي أكثر ما يعاد تصنيعه في العالم. أما التحدي فهو صنع علبة يبلغ وزنها حوالي 14 جراما في قالب يزن 15 طنا. يحدث هذا بواسطة الحرارة والضغط. يسخن العمال القالب حتى 550 درجة مئوية ليلين ومن ثم لطيه. في البداية تبلغ سماكته نصف متر. يقومون بطيه كعجينة حتى 15 مرة. في النهاية يصبح أرق 90% تقريبا بسماكة شريط فيديو. يشذبون الحافات القاسية ويجمعون النفايات لإعادة تذويبها وتدويرها. بعد أن تبرد يطوون القالب مجددا تحت ضغط هائل يستحيل مسطحا لتبلغ سماكته 2 ملم، أي بسماكة العملة المعدنية تقريبا. وأخيرا يلفونه ليتم شحنه إلى مصنع تصنيع العلب. قد يبلغ طول اللفة الواحدة 3 كيلومترات، وتحتوي على ألومنيوم من أكثر من 1,000,000 علبة معاد تصنيعها. ها هي علبة السيدة ماسيدو تعود علبة مرة أخرى، ليس هذه المرة وحسب، بل مرارا وتكرارا طوال حياتها وما بعدها. كونتم الآن فكرة عما تعنيه علبة كهذه هذه الأيام في البرازيل. يدرك الجميع أنها اليوم تعني المال. أطلقت الأعمال ثورة ساو باولو البيئية، وها هي الحكومة الآن تواكبها. تزرع في هذه المدينة 58,000 شجرة للمساعدة في تخفيف التلوث، كما أضيف 2,000 كيلومتر مربع من المساحات الخضراء. في العام 2003 أطلقت ساو باولو برنامج زراعة حضاريا للمساعدة على إطعام الفقراء وتشغيلهم واستصلاح الأراضي. شددت المدينة في فحص السيارات لتخفيض الانبعاثات بنسبة 30%، ولكن باختصار لا تقود النوايا الحسنة وحدها الثورة البيئية في ساو باولو، وما زال الطريق طويلا. اليوم تستغل ساو باولو ثروات مخفية في أماكن غير محتملة. من بوتقة التغيير نهر معاد تدويره من الذهب السائل. ثمة لغز خارج ساو باولو. يصنع هذا المصنع منتجا أساسيا لبقاء المدينة، فولاذا للسيارات والقطارات والأبنية، كما صنع في السابق انبعاثات أفسدت الهواء وسممت المياه وهددت بقاء المدينة.
اليوم نظف مصنع الفولاذ جوزيبا عمله. إعادة التدوير هو المستقبل، وهذا المصنع رأى النور. تنفق كوزيبا ربع مليار دولار لشراء أجهزة متطورة لاسترداد المواد الملوثة أو إعادة تدويرها في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. بشكل أساسي لكل جهاز إنتاج، جهاز مطابق للسيطرة على التلوث. فمقابل كل دولار نستثمره في معدات الإنتاج، نستثمر دولارا للتخفيف من تلوث الهواء والماء والتربة. أنطونيو مالينوسكي مهندس مصانع، أصبح هذا المصنع ملائما لمدينة ساو باولو الجديدة والمتطورة. مصنع جوزيبا ليس بغريب عن إعادة التدوير، يصنعون منتجهم الرئيسي جزئيا من النفايات. الفولاذ هو أكثر مادة معاد تدويرها في العالم. كل عام تعيد المصانع تدوير 400 مليون طن من الفولاذ، وهي كمية كافية لبناء 1000 جسر تقريبا بحجم جسر جولدن جيت. بخلاف مصنع الألومنيوم الذي لا يعيد تدوير إلا العلب، يعيد مصنع جوزيبا تدوير أي خردة من الفولاذ، الأجهزة والسيارات والسفن والقطارات وحتى أجزاء الأبنية. هنا نبدأ عملية تنقية الفولاذ. كما يحصل في مصنع الألومنيوم، تبدأ العملية بالنار. يحمل العمال المعدن الخردة في قدر عملاق، ثم يضيفون حديدا غير نقي يسمى بالحديد المصبوب. هنا يبلغ معدل صنع الفولاذ 20% خردة و80% من سائل الحديد المصبوب، ويتم تسخين المزيج حتى حرارة 1350 درجة مئوية. يحمل القدر 140 طنا من المعدن وزن طائرتي بوينغ 757. يحول تفاعل كيميائي الخردة والحديد إلى فولاذ. حتى قبل نصف قرن كانت أعمال التذويب تحدث في أفران مفتوحة، وهي طريقة تضيع الوقت وتستغرق 9 ساعات تقريبا. اليوم لا تستغرق هذه العملية إلا 45 دقيقة بفضل معجزة الهندسة الحديثة، فرن الأكسجين. يعود تاريخ اختراع فرن الأكسجين إلى 40ات القرن الماضي، إلا أن مصنع ساو باولو يقوم الآن بتطوير المصفاة ونقل صناعة الفولاذ إلى القرن 21. جوزيبا هو مصنع الفولاذ الثاني في العالم المرخص له بمعالجة تقنية تسمى كودجيت، إبداع أسرع من الصوت. تحول التقنية هذا البركان الصناعي إلى كوكب متفجر. يبدأ بمرحلة تسمى الشحن، حيث يتم تحميل الفرن بمعدن الخردة للسيطرة على درجات الحرارة الاستثنائية للعملية. ثم يضيفون حوالي 300 طن من الحديد السائل. بعدها يقوم رمح مجوف ذو رأس حاصل على براءة اختراع بإطلاق فوارة شبيهة بالليزر مصنوعة بنسبة 99% من الأكسجين الخام على الحوض الفولاذي بسرعة ماك 2، أي ضعفي سرعة الصوت. ترتفع الحرارة إلى 1350 درجة مئوية، ما يساوي 5 حرارة سطح الشمس. أما النتيجة ففولاذ سائل ذو نقاوة استثنائية، لكن ليس بالكامل، ما زال فيه بعض الشوائب التي قد تضعف المعدن. يضيف المهندسون حجر الكلس لامتصاصها، تطفو هذه الشوائب على السطح لتشكل طبقة تسمى الخبث. في المرحلة الأخيرة من التصفية يثقب الفولاذ السائل ويزال الخبث، حتى النفايات لا تذهب هدراً. يمكن استخدام النفايات داخل المحول في العديد من الأمور، كتعبيد الطرقات وفي تخصيب التربة. لذا ستبرد هذه النفايات السائلة وتحول. قد يكون تصنيع الفولاذ مميتا، تتمثل الأخطار في الحركة المستمرة والأوزان الهائلة ودرجات الحرارة المرتفعة جدا،
المعدن المائع حار جدا لدرجة أنه يبخر اللحم فور ملامسته له. في المرحلة النهائية يصبح الفولاذ النقي كتلة طويلة تقطع إلى قطع بطول 5 أمتار لتسهيل نقلها. يمكن أن يتفاوت سعر هذا المنتج بين 500 و600 دولار للطن الواحد. تزن كل صفيحة حوالي 10 أطنان، لذا يمكن تقييم ثمن هذه الحمولة بحوالي 300 ألف دولار. مع أسعار كهذه يعتبر مصنع فولاذ كمصنع جوزيبا أشبه بمنجم ذهب. إنه مختبر كيميائي عالي التقنية يحول الحديد المصبوب إلى كنز. إلا أن مفخرة ساو باولو في مجال الكيمياء ليست في المعدن الخردة أو حتى علب الصودا، بل في الورق المقوى الذي نجده داخل الثلاجات. تسمى تتراباك. تحمل هذه المادة العجيبة عصير الصباح وحساء الغداء وحليب ما قبل النوم. تبدو ورقا مقوى ليس إلا، لكنها في الحقيقة مزيج مبدع من 6 طبقات من الورق والبلاستيك والألومنيوم دمجت معا بإحكام. يقوي الورق الرزمة ويجعلها البلاستيك مقاومة للماء، بينما يمنع الألومنيوم دخول الضوء والأكسجين إليها لمنعها من التلف. لكن مشكلة واحدة تبرز: تتراباك مصنوعة جيدا لدرجة أن أحدا لا يمكنه فصل مكوناتها لإعادة تدويرها، ولطالما انتهى الأمر بهذه المادة العجيبة في النفايات حتى الآن. وقد حلت المشكلة هنا في ساو باولو. لمعرفة كيف يعاد تدوير كرتون تتراباك يجب أن نرى كيف يتم تصنيعها. هذا مصنع تتراباك خارج ساو باولو. الخطوة الأولى هي الخطوة التي قد نظن أنها ستكون الأخيرة، الطباعة. لحماية البيئة يستخدمون طلاء مائيا. يسيطر ضوء متوهج بدقة على نوعية الطباعة. بالرغم من أن الورقة تبدو ثابتة، إلا أنها تتحرك بسرعة 180 مترا في الساعة. يجمد وميض الضوء الحركة بالنسبة إلى العين المجردة. يعمل فرناندو فون زوبن كمدير بيئي في مصنع تتراباك في البرازيل. نتحقق ما إذا كانت نوعية المنتج جيدة أم لا. إن لم تكن النوعية جيدة يرسل الحاسوب رسالة ليتم تصحيح الطلاء المستخدم في عملية الطباعة. ثم تصقل الورقة عبر طبقات متناوبة من البولي إيثيلين وطبقة من البلاستيك وطبقة رقيقة من الألومنيوم بسماكة الورقة، وأخيرا يقطعون البكرة لتشحن إلى مصانع التعبئة فتصبح علب كرتون يعبأ فيها الحليب والعصير والحساء. ينتهي الأمر بعلب الكرتون تلك هنا. تبدأ الآن دورة الانبعاث. تبدأ هذه الدورة مع جامعي نفايات أنفسهم الذين يجمعون علب الكرتون. يسترجع جامعو نفايات ساو باولو علب تتراباك وينقلونها إلى أي مركز تجميع. هنا يتم تجميع جميع أنواع الورق ومن بينها الورق المقوى. تعتبر البرازيل من أهم الدول في العالم في إعادة تدوير الورق المقوى، إذ تعيد تدوير 76% من الورق المقوى الذي تنتجه. تفكك علب تتراباك في مركز التجميع ويتم رزمها لنقلها إلى مصنع الورق. في ساو باولو واحد من أكبر مصانع الورق في العالم، مصنع كلابين. كما مصنع تومبرا لإعادة تدوير الألومنيوم، يعمل مصنع كلابين 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. ينتج كل يوم 200 طن من الورق المعاد تدويره. أما المكونات فهي ورق مقوى مموج مؤلف من 3 أجزاء وورق تتراباك واحد. يعمل هذا المصنع كله استنادا على المواد المعاد تدويرها. تتجه المواد إلى خلاط كبير يسمى بالمعجن المائي. تحولها المياه إلى عجين. أثناء وجودها في الخلاط ينفصل الورق في تتراباك عن طبقة البلاستيك والألومنيوم التي يتم نخلها لاستخدامها لاحقا. بعد حوالي 20 دقيقة من الخلط يسترجع المعجن المائي أكثر من 90% من الألياف الورقية في كرتون تتراباك. تعود تلك الألياف ورقا من جديد، ورقا جديدا ومحسنا. عندما نضيف الألياف من حاويات تتراباك تحسن نوعية الورق المعاد تصنيعه.
لأن الألياف من حاويات تيترا باك هي ألياف بكر، بينما ألياف الورق المقوى أعيد تدويرها مرات عدة. تقريبا ينتهي الأمر بكل الألياف الورقية التي دخلت المعجن المائي ورقا معادا تدويره، قدر له أن يصبح صناديق من الورق المقوى. هذه هي نهاية العملية. ليس تماما، تنتظر بقية كراتين تيترا باك لإعادة تدويرها. إنها طبقات الألومنيوم والبلاستيك وبقايا الأوراق المدموجة معا التي لا يمكن فصلها، وبالتالي فهي غير صالحة للاستخدام. في حين أن المدن الأخرى ترمي هذه البقايا، اخترعت ساو باولو استخداما مناسبا لها. بلاط التسقيف، يقومون بتقطيع بقايا الألومنيوم والبلاستيك بشكل رفيع، ثم يقومون بضغطها في قالب مموج. يكون هذا البلاط صلبا وقاسيا ومضادا للماء ومقاوما للحرارة، وهو أرخص بعشرة بالمئة من بلاط السقوف العادية. هذا البلاط خفيف جدا وعملي جدا. اليوم لدينا 11 مصنعا لصنع هذا البلاط في البرازيل، حيث يتم استخدام 700 طن في الشهر من البلاستيك والألومنيوم من حاويات تيترا باك. عند فصلهما يكون الألومنيوم والبلاستيك أثمن بكثير، لكنهما يمتزجان معا نتيجة وضعهما في المعجن المائي. يستطيع العلماء تقسيم الذرة، ولكن لسنوات لم يتمكن أحد من تفكيك طبقات تيترا باك. كنا ننقل هذه المادة إلى مطامر النفايات، وهذا ليس هدرا للمواد الخام المهمة فحسب، بل له كذلك تأثير بيئي. روبرتو زنتي هو المدير التقني لشركة تي أس أل للهندسة البيئية، أوكل بمهمة تجفل العقل، فك لغز تيترا باك. هذه هي المشكلة، لدينا طبقة رقيقة من الألومنيوم حتى إنها تكون شفافة أحيانا، وهناك طبقة أخرى من البلاستيك تتأكسد طبقة الألومنيوم هذه من شدة رقتها عند تعرضها للهواء. بكلمات أخرى تصدأ، والصدأ يولد ما يشبه رواية كاتش 22. كسر الصدأ واستعادة الألومنيوم يتطلب حرارة عالية، لكن الحرارة العالية يمكن أن تقضي على البلاستيك. يكمن الجزء الصعب في استعادة الألومنيوم، ما يتطلب درجات حرارة عالية وفي الوقت نفسه تحويل البلاستيك إلى منتج صالح للاستعمال. أثناء عمله مع اتحاد في ساو باولو، تمكن زنتي أخيراً من حل المشكلة. التقنية جديدة لدرجة أنه تم الانتهاء مؤخراً من تجهيز أول مصنع شامل. يعرض موقع الاختبار هذا شرح الحل المبدع. يتم وضع المواد هنا وإدخالها عبر مكبس لتبلغ بعدها المفاعل، حيث تبدأ العملية. المفاعل ليس نوويًا بل مفاعل بلازما. البلازما غاز يتم تسخينه بالطاقة الكهربائية على شكل قوس كهربائي. القوس الكهربائي هو تلك الدائرة التي ترسل شحنة كهربائية إلى دائرة أخرى نراها في أفلام فرانكشتاين. كما مختبر فرانكشتاين، ينتج مفاعل البلازما تحويلاً راوغ العلم لفترة طويلة. يخلق القوس الكهربائي تدفق البلازما الذي تصل حرارته إلى 15,000 درجة مئوية، أي أعلى من درجة حرارة سطح الشمس بثلاث مرات. يذوب تدفق البلازما الرابط العنيد بين البلاستيك والألومنيوم. تحترق بقايا الورق، وكالسحر ينفصل المعدن عن الشمع. يظهر البلاستيك كغاز بارافين يتم تبريده مجدداً. يظهر الألومنيوم كمعدن مائع بنسبة نقاوة تبلغ 99%. أما الانبعاثات الناتجة عن هذه العملية فتكاد تكون صفراً. حلت تقنية فرانكشتاين مشكلة كبرى.
حقق استخدام البلازما ثورة في مجال إعادة التدوير في ساو باولو. للمرة الأولى ستعود مكونات تترا باك الثلاثة، الورق، البلاستيك والألومنيوم، إلى سلسلة الإنتاج كمواد خام لتكتمل بذلك دورة إعادة التدوير. حقق هذا الاختراع أرباحا مفاجئة، إذ إن قيمة كرتون تترا باك قد تزيد بنسبة تصل إلى 30%. تصدر ساو باولو الآن خبرتها في مجال إعادة التدوير إلى جميع أنحاء العالم، حتى إلى الدول الهائلة التقنية كألمانيا. بهذه الطريقة تمكننا من تقديم إعادة تدوير تترا باك إلى العديد من الدول التي لم تكن موجودة فيها، وذلك من خلال تبني التقنيات التي طورناها هنا في البرازيل. بالرغم من ذلك تبقى عقبة قبيحة أمام إعادة التدوير في المدينة، في فناء ساو باولو الخلفي. نفايات على مقياس كبير، مكلفة، قبيحة وقاتلة. كيف تعيد تدوير مدينة ميتة أصلاً؟ في ثمانينيات القرن الماضي كان للجحيم على الأرض عنوان، مركز صناعي خارج ساو باولو. اكتسب كوباتاو سمعة سيئة كونه أكثر الأمكنة تلوثاً على وجه الأرض. على بعد أقل من 60 كيلومتراً من قلب ساو باولو قذفت مصانع الفولاذ والمصانع الكيميائية ومصانع المخصبات التربة مواد ملوثة ليلاً ونهاراً. جرد تلوث الجبال المجاورة من أشجارها وتسبب بانهيارات أرضية. تلوث نهر كوباتاو. ارتفع معدل الإصابة بالسرطان 6 مرات أكثر من المعدل، وولد الأطفال مع تشوهات خلقية من دون دماغ أو ولدوا أمواتا. في ظلال ساو باولو لقب كوباتاو بوادي الموت. في التسعينيات بدأت الحكومة بإجبار المصانع على تنظيف مخلفاتها. في ظل روحية ساو باولو الجديدة جدد كوباتاو نفسه. استثمر أصحاب المصانع مليارات الدولارات في تطوير المصانع وركبوا أجهزة تنظيف لمنع التلوث، وما عادت النفايات تذهب هدرا. اليوم أصبحت المياه والهواء والأرض أنظف بكثير، واعترفت الأمم المتحدة بكوباتاو مثالا للتغيير. من ضواحيها إلى قلبها تقوم ساو باولو بإعادة تدوير صورتها، كل بناء على حدة. كان هذا مصنعا يحول النفايات إلى مخصبات للتربة، ومع ذلك كان المكان الوحيد في ساو باولو الذي لم تنجح فيه إعادة التدوير. كان ينتج سمادا ذا نوعية سيئة، لأن المواد العضوية كانت مخلوطة بالزجاج والبلاستيك والبطاريات. كانت رائحته كريهة، وكره الجيران هذا المكان ولم يستطيعوا تحمله. تولى أدريانو ديوغو في الماضي منصب وزير البيئة في ساو باولو، وبدأ التغيير أثناء توليه هذا المنصب. بعد 40 عاماً توقفوا، وما حدث أنه كان علينا القيام بشيء ما حيال ذلك المكان المكروه وذي السمعة السيئة. كان هذا أكبر اختبار لإعادة التدوير، إذ كيف تعيد استخدام شيء لا فائدة دنيوية منه؟ والإجابة كانت فكرة مبدعة. عوضا عن مصنع النفايات، مصنع أفكار، مكان تتشكل فيه الرؤى. عوضا عن تحويل النفايات إلى مخصبات للتربة يحولونها إلى فن. كل ما يبدعونه هنا مصنوع من القمامة. الفنانون هم أطفال محليون، أولاد النجارين وعمال الفولاذ وجامعي النفايات. ربما لم يدخلوا معرضا فنيا في حياتهم ولا يعرفون ما هي الورشات الفنية،
ولكن بسبب معرفتهم لهذه المواد بدأوا العمل بسهولة كبيرة بالزجاج والبلاستيك والعلب والألومنيوم والحديد والخشب، فحولت هذه المسافة نفسها. في المقابل حول المكان الطلاب الذين يعملون الآن بمادة أهم من جميع المواد الأخرى، الإيمان. الشيء الأساسي هو الرمزية، رمزية تحويل مدينة مثل ساو باولو، مدينة عنيفة جدا وقاحلة جدا وصعبة جدا، سمحت بتحويل مصنع نفايات إلى مصنع أفكار ومركز فني. بعد كابوس طويل كانت فيه الحياة أرخص من النفايات، تستيقظ ساو باولو على فجر رائع. اليوم لا ينقبون الجبال بحثا عن المعادن، بل يعيدون تشكيلها. لا يقطعون الأشجار لصنع الأوراق، بل يعيدون تدويرها. لا يرمون هكتارات من الطاقة، بل يسخرونها. مشروع الاستصلاح الأهم هو إنقاذ الأرواح. يمكنني القول إنني شخص قوي، ليس على الصعيد الشخصي وحسب، بل أظن أنني شخص شجاع جدا، شخص شجاع لأن عددا قليلا من الناس يتحلون بالشجاعة الكافية للقيام بما أقوم به. أنا أشعر بالسعادة وأنا أشعر بالانتصار، ولهذا السبب أنا أشكر الله على ذلك. أمامنا طريق طويل، لكن البرازيل تسير بسرعة كبيرة في الاتجاه الصحيح. إنه لطريق طويل حقا، لكن ثورة ساو باولو البيئية لإعادة التدوير يسيرها الوقود الأقوى، المال. يقبع مصير هذه المدينة الهائلة عند تقاطع العمل والنية الحسنة. الطريق أمامها مفتوحة، ولا مجال للعودة إلى الوراء.